مساء الخير سيداتي أنساتي سادتي، نقدم نشرة الأخبار لهذا المساء. وفي العناوين: سعد الحريري يتهم سوريا بالتخطيط لاغتياله. اختبار عم تتهمونا اتهامات باطلة، هيك سمعت بالاخبار. شناوي تتهمونا لا اكتر من 20 ايار. ساعد عفكرة ابوك مات، انت حالة تقعد انت ووالي تقولوا نحن خططنا للانفجار. يا ستار كل يوم تحذير وكل يوم انذار، يوم بيحاكمونا يوم بيتهمونا يوم بيحاربونا. بعتوا تفتيش وتنبيش عند النووي، عندكن مانع عند الدولة يكون عند استحقوي. نقدر بيكوي وآراء بتكوي لتشوف اتهاماتكم بالأخير شو راح تسوي. ايه الشي بيهوي عنا هون فشة قهر، اذا سمعتوا بتكسر الظهر. كل ما تبرى ساك رصاصة بتخلصك من هالدهر. قدي صلي عفكر بهالشي اكتر من شهر. عملت سوريا رب الارهاب، نحنا رب الارهاب ذهاب واياب. وهي بالفصحى ستمضي الايام ولن نجد السلام. لماذا السلام؟ لا يوجد تعليق لا يوجد كلام. نحن العرب على هذه الحالة سنبقى عايشون في الالام وايضا في الاحلام. يا سامع صوتي فيك تضم صوتك لصوتي، عم استنك حتى صير بتابوتي. هذا اخر شيء عندي حاكي، ما تتهمونا تهموا الامبريالية. يا عربنا نتوحد مع اسرائيل عدوة هالقضية. كلمات القوية بهدية لكل الام العربية، من شمال الجنوب من الشرق للغرب. يا عربنا نمشي بنفس الدرب. اتهامات حكي فاضي، مؤامرات مؤامرات. سوريا ابيك وبتضل مرفوع الرايات، بتضل مرفوع الرايات رايات. يا عالم شو يلي صار؟ عم نسمع بالاخبار سوريا ام الارهاب. وقال شو عم يدوقوا من ورانا العذاب، وبعد شوي حاسس انه راح نخرج طلاب. شغلت هون يدمروا لبنان، بس بتعرف يا ساعد طلعت واحد حيوان. والقصة كلها من ورا يهود وامريكان، وانت مثل الاخوات بيقولوا سوريا بتصدق من ما كان. يا ساعد كل السوريين وقفوا حدك بالمصيبة، وانت نازل فينا اتهامات معيبة. تذكر من فترة عنا قويناكن واعتبرناكن اخوة وجيري، وقاسمناكن على الحلوة والمرة، ونيمناكن بتخوتنا ونمنع الحصيرة. حطيناكن بعيوننا، غطيناكن بجفنا، وانتو حطيتو بظهرنا سكينة. بتسبونا بتحكوا علينا كلمات ما بتنحكى، كلمة مهينة. وعم نعمل مؤامرات عليكن، وحياتكن انتو اخر همومنا. فرضتوا رأيكن علينا وعملتونا قتلنكن باسممنا. بس انا برأيي شيلوا من عندكن هيكم عرصة لنرجع اخوي مثل الاول، نرجع نعيد القصة. اتهامات حكي فاضي، مؤامرات مؤامرات. سوريا ابيك وبتضل مرفوع الرايات، بتضل مرفوع الرايات رايات. K-Lead Fas Rage MC وانا ابو العيس on the beat. Peace, salam.